بيت الحريق في راسها، بيتها كتبكي، بيت رجليها. المهم البنات ما قدرتش نصبر حتى للسبت، وقلت هكا ندي لا برينسيس ديالي. صباح الخير عليكم البنات، صباح الخير عليكم الامهات، كيف صبحتوا؟ جمعه مباركه الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه، باش ما تمنيتوا هانيه كل شيء بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بألف صحه جيده، واللي بغى شي حاجه الله يقضي عليه اللي خدتكم عليا. شكرا لكم على وقفتكم معايا، على مساندتكم، على اي حاجه قلتوها على قبلي، شكرا وشكرا لكم بزاف. اليوم البنات نهار جديد، فيديو جديد، معايا لا برينسيس مروه. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم انا اليوم دابا هنجيو لخويا للمدرسه، هات انا هنمشي للطبيب. المهم البنات كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل، يعني رونديفو ما عطاني الطبيب هذاك ديال المهتدي اغوتان، ما عطاني حتى هو طبيب ديال العظام والمفاصل داكشي كي كتبت لكم، ولكن البنات ما عطاني رونديفو ديال حتى السبت. البارح الخميس بيتها كتصادي مروه بزاف بزاف، ما قدرتش نصبر على حتى السبت. المهم نعتو ليا بزاف منكم واحد الطبيب، شكروه ليا طبيب التازي، يعني طبيب اختصاصي في الاطفال. مهم بيت الحريق في راسها، بيتها كتبكي، بيت رجليها. المهم البنات ما قدرتش نصبر حتى للسبت، وقلت هكا ندي لا برينسيس ديالي ونطمنوا عليها ان شاء الله. غادي نديها للطبيب دابا الصباح، البنات هذا بكري جاد غادي يضل يوم ثاني في المدرسه، عرفتي غيكون انت ادم. ادم ها هو جاد بيمشي عند ادم. عندما بتمشي باش مشي عند ادم باش توريكم هذيك باش يسكت مقبله ويغوت. المهم البنات غادي يدل جد في المدرسه، حيت غادي لي يقول لي شي تحاليل شي سكانير شي حاجه. المهم غنمشي ندير لها كلشي ونتهنى، حيت البنات ما قدرتش باقي نشوفها هكا كتالم كل ليله وانا جالسه. غادي نمشي ان شاء الله وما يكون هي الخير. ولا برينسيس قويه ديما لي بخان الزوينه تيكونوا قويين. وريهم الصحه وريهم. انت جد طاد عندك الصحه. المهم البنات غادي نمشي ندخل انا نيت حدا لاكريش ديال جد، غادي نمشي ندي جد لاكريش عليه، من بعد غادي نمشي انا ومروتي. يلا البنات خليكم معي. البنات هنا غادي ندي جد للمدرسه، صراحه نفعتني لاكريش، هكا تتقدي بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش نضل مسخسخاه ونضل نديه معايا للطبيب وممنوع يدخل بعدا اصلا القياس ديالو. حمد الله وشكرته بهاد لاكريش زوينه ومهليين فيه، ما نساش خيرهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني كاينه في سيدي عباد حدا مخبز الايمان معروفه تما لو بشي موند، زوينه يعني تدير لاباز ليفون شاده من الخطر بزاف ديال الحوايج، يعني وليدي مرتاح فيها والحمد لله. كبرت فيها مروه ما لقيتش المشكل. علاش كي قلت لكم صراحه هاد لاكريش زوينه كنخلي فيها جد وكنتهنى، علاش؟ حيت حتى هما كنت خليت لهم مروه ديك الساعه كنت خدامه عندها 6 شهور، مازال جد ما دخلتو حتى يعني هاد الشهورين اللي فاتوا، حيت ما كنبقاش نلقى اللي قابلو. اليوم يمكنش دابا كيشتو، عندي بزاف ديال الاغراض، عندي الطبيب، عندي بزاف ديال الحوايج ونتي معايا. هو شويه هباش، ماشي شي واحد اللي تيبقى يجلس، عرفتي تربيه الاولاد. قولوا لي واش نتوما هكاك البنات عرفتي تربيه الاولاد؟ لا علاقه بتربيه البنات صراحه. مروه سبحان الله عرفتي كانت ما عدباتنيش بحال لما والدتش، انا ما عقلت على الولاده حتى ولد جد. جد هباش، جد يعني اكتيفيتي يلعب وخصو يحنقز وخصو يكتشف واللي قاه يهزها. مروه كانت كي الامانه كتحطها هي كمشي شتي، داكشي علاش هزيتي العين كامله هي كحبيبي. قالت لي لا ميتريس باش بنا نديرو هذيك شنو هي لا كونجيكيزون، انا لا مية فلاك، انا لا مية زيرو فوت، ما عندي حتى خطا في لا كونجيكيزون. بالنسبه للبنات اللي سولوني بزاف منكم سولوني كي دايره في قرايتها وداكشي، قولوا لهم شكون الاول في الكلاس. مروتي هي الاولى في القسم وتبارك الله كتقرا مزيان ياك مروتي. الله يحفظك ويخليك ليا، قولي امين. ودابا فين بينا نمشي؟ وقول لكم ها انتم معنا، ودابا هنمشيو للطبيب. يلا البنات خليكم معايا، الله يدينا على خير. بالنسبه لهاد الطبيب اللي نعتوه ليا البنات، بالنسبه لي كيقول لي درت الكلينيك اشهار ولا الطبيب اشهار، والله البنات ما كاينش اشهار. هي هكا كنبغي نبارطاجي معكم الله يكون في العون، حتى انا ما كنتش عارفه وكي يعني الناس كينعتوا ليا، راه حتى انا هكا ما انا كلينيك بيسيني انا ندير ليه الاشهار لله لما نقولوا. والله الا بزاف التعليق كتقول كاين اللي كيقول شي تعاليق لا حول ولا قوه الا بالله، ما خصني اشاره الكلينيك. انا عيط ليا الكلينيك قال لي جي ديري ليا شهر ومحشومه عليكم، ما كندير حتى شي حاجه للكلينيك. نتوما اللي كتقولوا لي فين نمشي، وراه اللي قال لي راه غادي يكون تيشوف الفيديو. وبالنسبه للناس اللي نعشوا لي الطبيب التازي قالوا لي احسن بيدياتر في مراكش واعر بزاف قدام لاكار،
لاكار كلشي عارف لاكار ديال مراكش تما كاين، غنمشي تما غادي نسول عليه. صراحه ما مني ما ديتها ليه، غنسول عليه وغادي نمشي. قال لك كيف لي الدري، وغادي يقول لك كلشي اشنو المشكل. الا كان عنده شي حاجه كغاف غيقول لك دير السكانر، سينو غيخرج لك بعض التحاليل. المهم احنا في سفينة الله، واللي بغى الله هي اللي تكون، وحنا مامنين بالله، قدر الله وما شاء فعل. وان شاء الله انا بخانسيس راه قويه كي ديما، كنموت عليك. الله يخليك ليا بنيتي، والله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم ويحفظهم لكم. يلا البنات بلا ما نطول عليكم، نمشيو نيسان ان شاء الله. نوصل تما، جيت تما نسول وغنعت لكم فين. يلا خليكم معايا ديما البنات. وصلت هنايا، المهم كاع نعتوا ليا بلاصه الطوموبيل. هاني انا ومروتي. مروتي سلام. المهم غنسول هنا، وهو معروف كلشي كيقول لي راه معروف. نسولي هنايا على الدكتور التازي، وها نتوما معايا البنات. صراحه مش شاده لا رونديفو لا والو. يا سيد ربي بدا ما يكون الزعما، واخا اليوم الجمعه. وما زيت الورقه البنات والسكانيرات اللي كنت ديجا درت ليها، ولي يقول لي راك ما فيها الروماتيزم ولا شي حاجه، وما التحاليل كلشي باش ما يعني يعرفني انا شنو هو. عندك مروه؟ ايوا صافي. نشوفوا واش هذا بنت ليا شي عياده طبيب الاطفال. ها هو البنات، لقيتو. ندور لكم الكاميرا. البنات دابا انا خرجت من عنده، هو داكشي كتب ليا وصيفطني للكلينيك النرجس باش نشوف واحد الدكتور اختصاصي في هذا الشيء. يعني ما فيها لا سخانه لا والو. قال لي ماشي التخصص ديالو نهائيا البيدياتر، خصني عند التخصص ديالها. قال لك ضروري تديها دابا ايرجون، ديها للكلينيك النرجس. ايوا البنات الله يسمعني، خبال الخير وصافي. المهم انا مع البنات باش ما كان غادي نعلمكم. صراحه من بعد ما مشيت للكلينيك نرجس عرفتي تلقي فيه الزحام، خصوصا ما عندي لا رونديفو لا والو. يعني بقيت شحال كنساين، وعيطت ليا اختي يعني حيتاش انا اصلا الطبيب اللي قالوا لي باش نمشي عندو، اللي نعت لي اللي كتب لي الطبيب التازي قال لي ما كيجيو حتى الثلاثه. قالت لي في الريسبسيون حتى الثلاثه اللي غادي يجي. ولات عيطت لي اختي قالت لي جيت غدي دايره كسكسو. قلت لها الله يخليك ليا، الله يحفظك ليا، عزيز عليا كسكسو حتى اليوم الجمعه. مرواتي اجي السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم اليوم؟ انا ما مشيتش سابيل كومو بالما بالما بالميتا بالميتا. هبط عندك شنو بالما؟ شوفي شوفي شوفي. المهم جات تلعب مروه مع مشيشتا. غادي مشيشتا ياك مشيشتا زالك دارت عليك طاتي. المهم البنات صافي، عيطات لي اختي الله يخليها ليا، قالت لي واحد الكسريه تاع كسكسو عرفتو الجمعه الله الا مشي هي. قلت لها والله اختي انا فات الوقت. المهم عرفت انا كاينه في الكلينيك تما نرجس. ايوا صافي البنات، المهم غادي نتغدى وان شاء الله ما يكون والو. وها نتوما معايا اللي كان غادي نشاركوا معكم. يلا البنات خليكم. المهم البنات ها هي الكسريه موجوده، واخا مشى عليا الحال. المهم الله يعطيك الصحه اختي من هنايا. صراحه مروه كتحماق على الكسكسو، ولكن كتاكل خيز والقرعه الحمراء صافي. والكسكسو فرحانه والكسكسو عزيز عليا، ولكن حتى انا والله ما كنت دايرها في بالي حتى عيطت لي اختي الله يعطيها الخير. صافي البنات ناكل الكسكسو دغيا بالزربه ونمشي. البنات رجعت معاكم. المهم البنات من بعد ما دوزت ليها بقيت كنسين عرفتي، ما شداش رونديفو هي الطبيب صيفطني الدكتور التازي. بقيت كنساين، مشيت تغديت عند اختي كي وريتكم، وعاوتاني رجعت عنده. قال لي ثلاثه والله البنات ما دخلت حتى الجويه الخمسة ونص،
ودابا جيت للدار هي اللي قلت نكمل معكم الهضره. المهم البنات صراحه الدكتور اللي دوز لها دكتور يعني بروفيسور ايت بن علي راه معروف 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 بمراكش، صافي قال لي انها خاصها ضروري تشوف الدكتور الفيزازي طبيب اخصائي في جراحه الاطفال، يعني لا تكون عندها شي عمليه ان شاء الله ما يكون عندها والو. يا ربي تحفظها ويحفظ لكم حتى نتوما وليداتكم والله القسم. الى عطاني كتب لي ورقه بروفيس يعني الدكتور الفيزازي غادي تشوفو غدا ان شاء الله مع 10 ديال الصباح، عطاني الرونديفو وتورو الله جايه في الطوموبيل. حيطت لي صاحبتي وجارتي يعني صاحبتي وجارتي هنايا يوتيوبرز هاجر شاني لا تكونوا عارفينها، عيطت لي قالت لي عافاك الا ما جيبي مروه راني تحابني عيطت لك، يعني انا ما كنتش معوله على عيد ميلاد ديال ولدها، وقالت لي عافاك الا ما جيبي مروه تفوز شويه. قلت لها والله الا ضليت في الكلينيك ما قديتش. المهم البنات نشوف الا قديت نمشي راه غنمشي، انا ماشي تاع عليا، انا هبت مروه ضلات حتى هي مشجره معايا والنفسيه وغادي عرفتي كل نهار كيتحيد منها واحد جوج كيلو. لا 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 محمد رسول الله الهلي يوصلكم البنات لشي طبيب، الهلي يوصلكم شي سبيطار، الهلي يوصلكم تداويو اي مرض، الهلي يوصل ليه هو مسلم هاني في كلينيك. وما شتي راه شتي الكلينيك ما بقى صراحه كلينيك ولا بحالو بحال السبيطارات العاديين، حيت عرفتي شحال وانا مشجره يعني نتوما راني صورت لكم كلشي. وفاش دخلت كاع هاني دابا خصني نشوف دكتور اخر، يعني واحد تيرميك لواحد واحد تيقول لك هادشي ماشي ديالي، عندها شي حاجه اللي خاصنا نشوفوها تاع هاد الطبيب. الطبيب الاخر دابا نشوفو تاني غدا الطبيب اللي يرميني تاني لطبيب اخر. ايوا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وحمدنا الله وشكرنا، هذه هي الدنيا يعني فيها ربي كيعطي وربي كيدي وربي كيدير بزاف ديال الحوايج. حمدنا الله وشكرا الحمد لله وشكرا، وان شاء الله بنتي وبنتكم مروه غتكون بخير وعلى خير. شكرا لاي واحد تسول فيا، شو اي واحد قال لي غبرتي البنات غبرتي في السبيطارات وفي الكلينيك ما قدرتش كي قلت لكم نصبر على بنتي حتى للسبت، وحتى صافي تزاد عليها الحال تتغوت صافي قلت ليها ليها ما نجلس بها حتى قسم. وان شاء الله صافي الا مشيت مروه قالت لي هي هي سمعتني هضرت مع هاجر في الطوموبيل فاش قالت لي عيد ميلاد، قلت لها والله اختي هاجر انا في الكلينيك هي عارفاني في الكلينيك، قالت لي جيبي مروه تبدلي نفسيها هكا وبقات تبيع فيك ماما نمشي. المهم انا عرفتوني مع مروه ما غاديش نقدر نخسر لها الخاطر، ولكن ضروري نتسرح واحد شويه راه نتوما شوفوا وجهي بان لكم راه حالتي حاله ما واكله ما شاربه يعني والو، من داك الكسكسو وكليت هي شويه وكليت بالزربه ما نعاود لكمش البنات. ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير، دعوا معايا محتاجه لدعواتكم والله الا هما اللي محتاجه ليهم اللي خطيكم عليا. على كل واحد ساندني قال لي كلي ما زوينه ربي بوحدو اللي غادي يجازيكم، وداكشي غتلقاوه عند الله سبحانه. طلعوا لي فريسكم وان شاء الله نتمنى نقل لكم شي خبر زوين بحالكم ان شاء الله يا ربي يقولوا امين. السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله، الا مشيت لانيفيرسير غنصور لكم ضروري، ما مشيتش ما شفتوني ما شفتكم البنات، خليكم معايا. سلامه.